فير بلاي مازلنا في انتظار انطلاق الحصه التدريبيه للمنتخب وتصريحات الملاعبيه قبل انطلاق الحصه هذه. بالطبيعه اول نقطه عالميه مفتوحه للعالميين قبل كان الكاميرون 2021. على كل هات نتحول للمنزه نعمل طلع موجود زميلي انيس السحباني في ملعب الاولمبي بالمنزه قبل انطلاق الحصه. انيس اهلا بك. مرحبا بك سام. هو مباشره المنتصر الطالبي في الكونتينيتي هذاك وان شاء الله باش نعملوا دقيق منتصر باش نسمعوا ديما منتصر الطالبي لاعب المنتخب الوطني التونسي. صحيح نعرف الكوب دافريك تغيست ان اوت كاليبر دسي وفما دو تري بون ناسيون وجوارات اللي يلعبوا في اوروبا باش يكونوا موجودين. اما جو بونس اللي ورينا برشا حاجات بوزيتيف سواء في الكوب اراب اما حتى قبل في الكاليفيكاسيون للكوب دافريك وللكوب دي موند و اوني دون اون معناتها اون اون كونفيونس وكيما قلت ان شاء الله اون فالي اون كونفيونس باش نحضروا توا عندنا بريباراسيون ستاج الاول ستاج الثاني الجمعه الجايه باش نحضروا كيما يلزم الكوب دافريك ان شاء الله. الاحداث تتسارع بين استبعاد عادل السليمي وبين كلام على معز حسن كم لاعب كيفاش تتلقى الكلام هذايا فيكو حملة كبيرة صايرة وبرشا كلام ونعتقد انه بعد استقبال كبير في كأس العرب تبدلت شوية اللغة حتى في الشارع الريفي. نحن كسوا الجوار معنا حتى دخل في هذاك الكل معناتها لوبجيكتيف الوحيد نحن اللي باش نكونوا مركزين سيغ تيغان وكيما قلت لك سافا كومونسي بليزونترينمون في الستاج هذاك والستاج الجاي وباش نجربوا نحن تو لي جوار كلنا مع بعضنا يد واحدة ان شاء الله باش نفرحوا البلاد ونفرحوا التوانسه الكل وخاصة زاد نفرحوا رواحنا وان شاء الله باش نعملوا من بنكوب دافريك كما قلت لك نحن ركزوا كان على التيران وجولات الكل مركزين كان على التيران وعلى ليزونترينمون الماتشات اللي جايين. طبعا كان هذا منتصر الطالبي سلام لاعب المنتخب الوطني التونسي في انتظار موجود كذلك يوسف العيدوني زاد غلال الشعلالي باش يجي بعد لحظات تعرف عدد كبير جدا من الزملاء العالميين والصحفيين اللي موجودين هنا في ملعب المنزه لتغطيه الحصه التدريبيه المفتوحه للعالميين 15 دقيقه تعرف كل الملاعبيه موجودين تقريبا 18 ملاعبي فما عيسى العيدوني اللي قاعد يعمل في التصريحات وكذلك غني الشعلي اللي باش يجي بعد لحظات ممكن نحاول نشوفوا اذا كان فما ثلاثه ملاعبيه فقط ولا اكثر في اطار ذاك الغدوه باش يتم الاعلان على القائمه كما قلت اكيد اسلام قائمه ال 10 ملاعبيه تاع المنتخب الوطني التونسي وهكا يكونوا كملوا الليست الكامله تاع الملاعبيه ملاعبيه المنتخب قبل المشاركه في هذه الكاس الافريقيه بعد الدور النهائي في البطوله العربيه طبعا او باش نحاولوا ناخذوا مباشره غيلان الشعلالي لاعب المنتخب الوطني التونسي في نحاولوا ناخذوه في المباشر طبعا يكمل مع بعض وسائل الاعلام في انتظار باش نمشيو مباشره الى عيسى العيدوني لاعب المنتخب الوطني التونسي. C'est pas bon, c'est pas bon. Moi, personnellement, je joue chaque match pour les gagner et chaque compétition pour gagner aussi. Après, certes, ça va pas être facile. On sait, il y a des grandes nations, mais j'y crois. On se donnera à fond et voilà. Moi, vraiment, j'y vais en tout cas pour gagner, comme dans toute chose. Vous êtes le plus aimé du public tunisien. Quelles paroles adressez-vous à ce public et quelles promesses faites-vous? Non, alhamdoulilah, je suis heureux de l'amour qui me porte. Je leur porte aussi un grand amour et j'espère que ça continuera, ça perdurera dans le temps. Et promesse, on peut jamais rien promettre dans l'avenir. Après, ce qu'on peut promettre en étant sûr, c'est qu'on va se donner à 100% et voilà, on va se donner à 100%, être déterminé et donner le meilleur de nous-mêmes pour le peuple tunisien car ils le méritent et ils ne nous ont jamais laissé tomber. كان زي عيسى العيدوني سلام ان شاء الله تكون عيد صوت جيده. اي ممتازه 5 على 5. هاو باش نكملوا مع بلال العيفة بعد لحظات زاد مع فما غيلان الشعلي موجود لاعب المنتخب الوطني التونسي باش نمشيو لبلال العيفة مباشره لاعب المنتخب الوطني التونسي تعرف عدد كبير كما قلت من وسائل الاعلام هاو بلال العيفة. والله الحمد لله ساعة كانت مشاركة باهية رجعنا قاعدين نترينو بالكدا الجروب قاعد كل يوم يزيد معناتها قاعدين نترينو مليح إن شاء الله ربي معانا يلزمنا برشا خدمة وقاعدين نخدمو بالكدا إن شاء الله نفرحو جمهور التونسي إن شاء الله. كيفاش تقيم أجواء العودة في التحضيرات؟
ولا هي أجواء ممتازة معناتها كما تشوفوا ما شاء الله كلنا نعرف بعضنا، جروب باهي، جروب نظيف، جروب باهي، كلها نحبوا بعضنا. إن شاء الله هذه حاجة باهية، إن شاء الله معناتها الجمهور دي مورانا كما شفنا معناها بعد الكأس العربية هذه، تحس جمهور تونس معناتها رجع مع المنتخب. إن شاء الله نواصلوا هكاكا، وإن شاء الله ماشي الكاميرون باش نعملوا تورنوا باهية، وعلاش ليه نروحوا لكوب دافريك هذه إن شاء الله. ديما مع بلال العيفة لاعب المنتخب الوطني لتونس. تعود فايدة، نحن تو ما نعرفش 28 كيك باش نمشيو لكأس إفريقيا، حاجة باهية معناتها، حاجة ممتازة وحاجة باهية باش تعطي برشا شوا لكوتش، وإن شاء الله احنا كنا يد واحد 28 واحد، واللي باش يقدم الإضافة حاجة باهية للجروب وحاجة باهية للمنتخب. سلام هذا طبعا بلال العيف باش نكملوا مع اللاعب الاخير اللي موجود هو غلان الشعليلي او باش تسمعوه معنا بكل مباشر. معنا الاخر حاولوا نفرحوا نعملوا اللي علينا ان شاء الله، وقلت ربي نلعبوا على الكيس ان شاء الله. غيلان شوفوا الاجواء تقريبا المنتخب تقريبا دبل شويه على الغلاء الشعليلي في اجابته على التصريحات والاسئله الصحفيين في النقاط الصحفيه. كجواريت كلنا كونسونتري، كنا نعرف روح احنا اللي فما ايشيونس قريبه لكوب افريكا هذيا، لازمنا نكونوا كونسونتري، لازم يكون فما برشا انفي، وهذاك اللي صاير راك تشوف معناها اللي الكل عاملين عليهم قاعدين نحضروا بالكدا، وان شاء الله وقت نكملوا اللي الكل مع بعضنا نكملوا التحضيرات نتاعنا ان شاء الله. طبعا كان هذايا غنان الشعليلي اسلام هكا الملاعبين الاربعه اللي موجودين في الاستجوابات الصحفيه قبل انطلاق هذه الحصه التدريبيه. يعطيك الصحه، شكرا لك كنيس صحبيني على تغطيتك للنقطه الصحفيه قبل انطلاق الحصه التدريبيه للمنتخب الوطني التونسي. اكيد ملاعبيتنا مازالوا قاعدين يحضروا للكان، 17 ملاعب موجوده في المنتخب في ظل غياب واجدي كشريد المصاب بكوفيد 19، ان شاء الله يرجع في اقرب وقت للمنتخب. على كل مازلنا مواصلين في فير بلاي حتى الاربع، بعد شويه باش يكون نحكيو على اشغال ملعب سوسه وين وصلت الاشغال ومفاجاه ساره لاحباء النجم الساحلي، ايضا باش نحكيو على وضعيه صعيبه في ملعب النابلي، باش يكون معنا برزاقه، باش يكون معنا عضو الهيئه التسييريه محمد برزاقه نحكيو معاه على اخر التطورات في الملعب النابلي. فاصل موسيقى الاخبار وبعد راجعين.